ابن صغير قال له معلمه إن تراب الجنة من مسك، قال عندنا في البيت، قال في أتكلم عن تراب الجنة، قال عندنا في البيت. فلما أتى من الغد الصغير وقد وعده المعلم بدرجات إن أحضر من تراب الجنة، أتى الطالب بتراب من رمل، فأتى لا بالمعلم، فقال المعلم وهو يضحك: يا ولدي قايل لك تراب الجنة، مو بالتراب اللي عندكم في البيت. قال: لكن يا أستاذ، هذا التراب مشت عليه أمي صباح هذا اليوم، أمي مشت عليه، والتراب اللي تمشي عليه أمي من الجنة، تبغى ترضى ولا جعلك ما ترضى؟ أليس الحبيب يقول: إلزم قدميها فثمة الجنة؟ والله إن السعادة إن رأيت تلك القدمين يا شيخ. قوتك أيها الابن، قوتك وجلادتك، ما قوي ساعدك إلا لما ضعف ساعدها، وما قويت قدميك إلا لما ضعف